فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أحد الناس في إحدى القنوات الفضائية يقول إن إبليس لم يكفر لأنه يقول ربي ويقول خلقتني، فهل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ أنا سمعتم الكلام في هذا، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، ولو قال ربي فإن هذا لا يكفي حتى يعبد الله وحده لا شريك له، فيأتي بتوحيد الربوبية، التوحيد الألوهية. فهذا الذي سمعته كلام باطل، كلام من شخص ضال والعياذ بالله، يضلل الناس بهذا الكلام. هذا من جنس قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم.